لكن هنرجع تاني مره تانيه لكابتن هانا جوده، اللعيبه اللي كل مصر اتكلمت عليها. كان حديث السوشيال ميديا هانا جوده كله بيبارك، كله مش مصدق، بطله كبيره تحدى ولا يدعمها، النادي الاهلي بيدعمها دعم كبير جدا، لان كله شايف من وجهه نظره ان هي في المرحله الجايه باذن الله هتكون على منصات التتويج العالميه. لكن هانا جوده كان حديث العالم في حته تانيه كمان، حديث العالم بقى مش حديث مصر، حديث العالم ان هي كانت طلبت هنا عندنا في البرنامج وطلبت على صفحتها الشخصيه ان هي تتحدى نجم مصر ونجم العالم واللعيب الكبير بتاعنا اللي كلنا بنفتخر بيه كابتن محمد صلاح. اول ما شفته لعب تنس طاوله قالت له انا عايز اتحداك. ما شاء الله النجم الكبير كابتن محمد صلاح رد عليها رسمي في تويتر وقال لها انا هبعت لك مكه، اكيد هو بيداعب البطله بتاعتنا واكيد هو بيسبورت هنا جوده لان هو شايف ان هي بطله كبيره ان هي تكسب كل ده وكمان تطلب ان هي تلعبه. قام قايل ان هو هيجيبها هيجيب لها بكه وفي نفس الوقت قال لها لا خلاص انا هلاعبك في المرحله الجديده. اهو قال انا هبعت لك مكه العبك الاول ولا العبك انا على طول، بس ماشي قابلت التحدي. خلينا نروح لنقطه مهمه جدا، ان قناه الاهلي هي اللي بدات الموضوع وهي طلعت الموضوع على الساحه، كان موجود على السوشيال ميديا، لكن عندنا هنا جوده قالت كلام مهم جدا خلينا نسترجعه منها من بطلتنا الكبيره. الصفحة وهي بتاع تنس طاولة. أيوة. ومعاها صورة تانية. حطيت صورة كابتن محمد صلاح ليه على الصفحة؟ هي ما حطيتش حاجة الصراحة، هي كانت الفكرة فكرتنا احنا. احنا كنا خدنا يومين اجازة. اهي اهي شفتي اهي شفتي الصورة؟ ايوه احنا كنا في اجازة مع محمد صلاح. تحبي محمد صلاح يا انا؟ ايوه. بتحبيه؟ الرول موديل بتاع الايه؟ الرول موديل بتاع السبورتس. هو عايز تقابليه؟ نفسي. نفسك تقابليه محمد صلاح؟ فعلا. من هنا بنقول هي يعني خليها بس نقول حاجه مهمه، هي بتطلب ان هي تقابل كابتن محمد صلاح واكيد اعتقد يعني عن قرب ان هو لو عنده فرصه اكيد هيقابل بطل زي هنا جوده، لان دي برضو امنيه عشان الطموح عندها يزيد، لان هو بالنسبه لها هو الموديل اللي بتتكلم عليه. دكتوره رضوى اتفضلي، اتحطت الصوره ليه على السوشيال ميديا؟ احنا كنا في اجازه وموجودين مع اهلنا وبتاع، وهي هنا بتحب جدا محمد صلاح، فهم الولاد الشباب بتوع العيله طبعا الفكره مش فكرتي، اقترحوا ان هي يا جماعه طب احنا نفسنا ان هنا ليه ما تقابلش محمد صلاح؟ هنا قالت لهم اه طبعا انا نفسي اقابله والعب معاه. فدي جت فكره البوست ده ان احنا نحاول نوصل للنجم محمد صلاح، لان ده هيبقى دافع ليها ان هي تقابل حد هي زي ما بتقول لحضرتك هو بالنسبه لها موديل. دي حقيقة. لان هو بسم الله ما شاء الله عليه. يعني خد طريق ما شاء الله ربنا يكرمه، مختلف تماما صح. ايوه ربنا يكرمه، فهي نفسها تبقى كده زيه في قلوب المصريين. أكيد. فهي كان نفسها ان هي تقابله، واحنا بنامل ان ده يوصل. هيوصل باذن الله. أيوة. ما تلاقيش كل حاجه بتوصل. أيوة. الوقت ده لو قابلتي كابتن محمد صلاح في ماتش تنس طاوله هتعملي ايه وانت بتحبيه؟ هتفوتي له؟ لا ولا طبعا. هتكسبيه؟ هكسبه. هتكسبيه بقى مش هيقابلك. يعني مش هيرضى يعني هو الراجل. هو انا شفت فيديو وهو بيلعب كان كويس. كان كويس. هنا جوده قالت ان هي هتكسبه، اعتقد ان التحدي قوي، التحدي كل مصر مستنيه، العالم كابتن محمد صلاح لما بيكتب حاجه تويته في العالم اكيد العالم كله بيشوفها وبيقراها، وتخيل ان هو بيكتب على بطله عالم او بطله في النادي الاهلي تويته وبيقول لها انا قابلت التحدي، اكيد الماتش ده كل الناس هتذيع وكل الناس هتتفرج عليه. لكن اهم حاجه في الموضوع ان فعلا اي كلمه بتتكتب النهارده على السوشيال ميديا بتوصل في مكانها المفروض. احنا بنشكره جدا كقناه اهلي، بنشكره ان هو بيسبورت بطله عالم وبيسبورت لعيبه النادي الاهلي ان هو يقول الكلام ده ليها، اكيد بيديها دافع زي ما الدكتوره رضوى قالت مامتها، بيديها دافع في المرحله اللي جايه ان هي تكون بطله كبيره في العالم. كلنا من كل قلوبنا نتمنى لها التوفيق، نتمنى لها ان شاء الله باذن الله في 2024 في فرنسا بطوله الاولمبياد زي ما هي قالت تكون واقفه على منصات التتويج، هو هي وكل اللعيبه المصريين ولاعيبه النادي الاهلي بالاخص.